خضر أحمد من عزبة بيت حنون، وضع مأساة لا يصلح بيت للسكن، وجار غاز فيش عندي له أسبوعين ثلاثة فيش غاز جد والله، وبروح الرابش بلوم ما لمن يوم حاس، وحتى ما نجيبش حق وقود أكلنا في اليوم، يعني كل إشي يعني الله عزك الناس بترميش أغراض، يعني اللي الواحد ياخذ خردة ويبيعها، ليش بنروح يعني بنعمل خمسة شيكل، عشر شواكل، دوبنا من طعمين أولادنا، عندي أولاد أربعة وقالوا المرأة ستة وفيش غاز وعلى الحطب بولع يعني عاد الصور بولع الحطب والله بولع الحطب وحياة المصحف واللي خلق الخلق يا زلمة إنه والله المرأة ما حجيب أم فيها أنا بولع بنصحى الساعة اثنتين بدري عشان نحضر أكل أولادنا عندي ولد عمره يوسف على صف سادس وعندي أخته يعني كلهم بلحى يعني كبار عندي أنا بقدرش أصرف عليهم وكل يوم بطلع من بيت حنون على المقبرة الشرقية على الرابش زبل الله عزك فالأمي بلسك ونحاس هي طلع دينا كيف وضعنا وحياتنا فوق تشوف وضعنا والله مأساة فيش عندي للذات على الجوال بدوي للمرأة على الحطب والله المرأة على الحطب بتولى وبتحضر الأكل وبتشرب على الحطب صفر 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 هذا الواقع وحياة المصر والله هذا الواقع